طبعا هاي مثل ما جاي تشوفون، مثل ما جاي تشوفون حريق في مناطق الجزر الأربعة، مركز يعني هذا المحلات جملة، بيع جملة في الجزر الأربعة في قضاء شط العرب. قبل نص ساعة الحريق، وهي عمليات الإطفاء بالتناكر. لا يوجد أي مركز للدفاع المدني، لا يوجد أي مركز للدفاع المدني في هاي المناطق المهمة اللي خرجنا تظاهرات وناشدنا عدة مناشدات للسيد المحافظ، لمدير الدفاع المدني في البصرة، للحكومة المحلية بضرورة إنشاء مركز للدفاع المدني، لكن للأسف الشديد ما حد يسمع صوتنا اليوم. هاي الحريق مثل ما جاي تشوفون مركز ومحلات للجملة تفت واحترقت بالكامل، لا يوجد أي من يطفئها. نص ساعة صاركم مش قادر متصلتوا على الدفاع المدني، أكثر من نص ساعة؟ تقريبا بنص ساعة، أكثر من نص ساعة، لأنه ماكو مركز للدفاع المدني، مناطق سكنها أكثر من 200,000 نسمة. السيد المحافظ والاستاذ تحسين علي ساوي مدير الدفاع المدني في البصرة بتوفير وحدة دفاع مدني وسيارات إطفاء لهاي المناطق، يعني جاي تستعد وتروح بالتناكر مثل ما جاي تشوفون بالتناكر يطفون حريق لمحلات الجملة في قضاء شط العرب بسبب عدم وجود مركز للدفاع المدني. اليوم مركز للدفاع المدني ما يوجد في قضاء يسكنه أكثر من 500,000 نسمة. المن تحكي؟ المن توجه؟ نايمين قاعدين يا حكومتنا، يا حكومتنا المحلية في قضاء شط العرب، يا حكومتنا المحلية في البصرة. هاي مثل ما جاي تشوفون بال 2021 وهذا الحريق تناكر، طفي تناكر، هاي الناس جاي تطفي. هذا حريق